لا، بناخذ امثله اضافيه على موضوع الصوره القطبيه للعدد المركب والصيغه الوزاريه اللي تجي بالامتحانات بهذا الشكل. عبر عن الصوره القطبيه، الصوره القطبيه للعدد المركب، للعدد المركب التالي. هذه صيغة السؤال في الامتحانات الوزارية. المثال رقم 1، العدد هو 2 جذر 3 ناقصا 2i. هذا المثال موجود نصا في الكتاب، وإذا صير بتغيير هناك يكون تغيير في الإشارات أو في موقع الجذر 3 أو موقع الآي. صيغة الحل، الحل SOL، نكتب العدد Z يساوي لنا 2 جذر 3 ناقصا 2i. هذه الصورة الجبرية. الكتابات بالعربي فقط للتوضيح، طالب ما مطلوب عنه يكتبها بالامتحانات الوزاري. ومن إذا نستنتج أن الصورة الإحداثية أو الديكارتية هي 2 جذر 3 وسالب 2. الآي ما تكتب. لاحظ هنا صورة جبرية، صورة إحداثية أو ديكارتية. بعدها ننتقل إلى المقياس، مقياس زت. هنا المقياس كتابات بالعربي للتوضيح يساوي أن الجذر التربيعي للإكس تربيع زائدا واي تربيع. القانون يكتب التعويض بهذا الشكل، سردنا 2 جذر 3 الكل تربيع زائدا سالب 2 تربيع. ملاحظة، يقدر الطالب يبسط الناتج بالمسودة ويجيب السؤال جاهز. الناتج يساوي لنا مربع 2 4 × 3 12 + 4 = 16، ويساوي لنا 4. على الأقل يكون عندنا قانون تعويض تبسيط ناتج. إذن خطواته 3، يمكن نعوض عنها بالوزارة بخطوتين، كلش كافي. بعد المقياس نجد كوساين ثيتا، كوساين ثيتا يساوي لنا x على مقياس z او x على r اللي كتبناها. ومن عندنا نستنتج ان كوساين ثيتا يساوي لنا، ارجع اوضح المثال، لاحظ هاي هي قيمه x وهاي الواي، موجودات وين؟ في الاحداثيات. من عندنا نحصل صار عندنا 2 جذر 3 على 4، اختصار بين البسط والمقام. ومن عندها نحصل أن كوساين ثيتا يساوي لنا جذر 3 على 2. ساين ثيتا، ساين ثيتا يساوي لنا واي على مقياس زت. القوانين تكتب التبسيط، يمكن الطالب أن يقلل من الخطوات. من عندنا نستنتج أن ساين ثيتا يساوي لنا قيمة الواي سالب 2 على 4. هذا اختصار بين البسط والمقام، لاحظ. ومن عدة استنتج ان ساين ثيتا يساوي سالب 1 على 2. هنا اوضح الاشارة السالبة، لاحظ بهذا النهج. من خلال الكوساين والساين نجد الزاوية ثيتا، ثيتا تساوي الزاوية اللي الساين مالها نصف والكوساين جذر 3 على 2، هي 30 درجة، 30 درجة. تكتب بهذا الشكل باي على 6، 180 × 6 30. ولكنها تقع في الربع. راح نحدد موقع الزاوية من خلال الإشارة السالبة. الكوساين موجب، الساين سالب في الربعين الثالث والرابع، هنا في الربع الرابع، لكنها تقع في الربع الرابع. لاحظ، إذن قياسه في الحالة يصبح بهذا الشكل، ثيتا تساوي اللي يتمثل عندنا السعة أو القيمة الأساسية تساوي لنا 2π ناقصا π/6 في الربع الرابع، 360 ناقصا الزاوية. هنا توحيد المقامات بهذا الشكل، 6 × 2 = 12، رح من عندها 1. الناتج من عند استنتج ان ثيتا تساوي
11 باي على 6، 11 باي على 6. هسه أوجدنا المقياس وأوجدنا السعة، نقدر نكتب الصورة القطبية للعدد المركب، ومن عندها نستنتج أن Z اللي هي الصورة القطبية، الصورة القطبية للعدد المركب تساوي لنا R كوساين ثيتا زائدا I ساين ثيتا. التعويض راح يصبح بهذا الشكل، المقياس هو 4، 4 كوساين الزاوية 11 باي على 6 زائدا I ساين 11 باي على 6. هذه تمثل عندنا الصورة القطبية. نتأكد من هذا الكلام اللي طبقناه بالرسم، رسم بسيط يوضح لنا هنا الصورة، هاي الصورة هنا راح أوضح لك إياها بهذا المكان كلش كافي. هذا محور السينات، وهنا عندنا محور الصادات الإحداثيات. جذر 3 عبارة عن 1.7 ضربة في 2 يصير تقريبا 3.4. وضح النقاط بهذا الشكل، 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4. احنا عندنا هذا المنتصف اقل المنتصف بقليل، لاحظ، وعندنا هنا سالب 2 هذا سالب 1، وهنا عندنا سالب 2 النقطة بهذا المكان بالضبط. لاحظ، ارسم المتجه اللي يمثل المقياس بهذا الشكل، هذا الزت، لاحظ الزاوية هنا وياي بهذا الشكل، هاي هي الزاوية ثيتا، ثيتا تساوي لنا 11 باي على 6، يعني 330 درجة، الزاوية هي 330 درجة، لاحظ، دقة الحل تتوضح وين؟ بالرسم. هذا المثال في الأسئلة الوزارية يمكن يكون هناك تغيير بسيط، إخراج العامل المشترك العدد 2 لتبسيط الناتج. مثال آخر، المثال رقم 2، العدد الثاني هو سالب 3 آي، سالب 3 آي، هذا عدد آخر عبر عن الصورة القطبية للعدد المركب التالي، هذا هو العدد الثاني. خطوات الحل، سؤال، لاحظ، العدد اسمه Z يساوي لنا 0 ناقصا 3 I، نكتب الصورة الكاملة، الصورة الجبرية، ومن أثناء نستنتج الصورة الإحداثية أو الديكارتية Z، صار عندنا 0 وسالب 3، لاحظ بهذا الشكل. من عندنا نجد المقياس، مقياس Z، أيضا نكتب القانون، يساوي الجذر التربيعي x تربيع زائدا y تربيع، نفس الفكرة السابقة، هنا بدون كتابات بالعربي، طالب هنا موجود المثال الأول يوضحها، المثال الثاني ما نحتاج كل ساعة نكتب بالعربي. الناتج هو يساوي الجذر التربيعي للصفر تربيع زائدا سالب 3 تربيع، الصفر ما نحتاجه، هنا صار عندنا جذر 9 ويساوي لنا 3، 3 وحدات. هذا هو المقياس. يجي له كوساين ثيتا، كوساين ثيتا يساوي لنا اكس على مقياس زت، ومن عندنا نحصل ان كوساين ثيتا يساوي 0، لاحظ ما يحتاج نقسم، 0 تقسيم 3 0، حتى لو صار الطالب عنده اخطاء. ساين ثيتا، ساين ثيتا يساوي لنا واي على مقياس زت، ومن عندنا نحصل ان ساين ثيتا يساوي لنا قيمة الواي سالب 3 على 3، وهنا صار عندنا اختصار بين البسط والمقام، نستنتج من عنده ان ساين ثيتا يساوي لنا سالب 1، اذا ساين ثيتا يساوي لنا سالب 1، ومننا نحصل الزاوية ثيتا من خلال الكوساين والساين، إذن ثيتا تساوي
لاحظ هاي الكوساين صفر والساين سالب واحد، هنا زاوية 270 درجة، 3 باي على 2، 3 باي على 2. وبدلا من الحفظ الطالب لو يرسم السؤال يتوصل إلى النتيجة بطريقة أسرع. لاحظ هنا الفكرة الثانية، أرسم السؤال من البداية عكس الحالة الأولى رسمنا بالأخير. راح أرسم السؤال، هذا المثال مالنا، محور السينات، محور الصادات، لاحظوا هنا الإحداثيات صفر بالنسبة لمحور السينات في المنتصف، ثلاث وحدات إلى الأسفل، واحد اثنين ثلاثة، هذا العدد مثل عندنا هنا، هذا زد، هنا عندنا صفر وسالب واحد، لاحظ الزاوية هاي. لاحظ الرسم بهذا الشكل، من عنده استنتج ان ثيتا تساوي ان 3 باي على 2 من الزوايا الخاصة اللي هم 0 و90 و180 و270 ودورة كاملة 360 درجة، نرجع إلى نفس الزاوية. لاحظ هنا الرسم يوضح لنا الزاوية بشكل صحيح. هناك طريقة سريعة أيضا أشير لها بعد كتابة الناتج. بعد كتابتنا للمقياس والسعة يمكن كتابة الصورة القطبية للعدد المركب بالشكل التالي، من عنده Z يساوي لنا R كوساين ثيتا زائدا I ساين ثيتا. القوانين تكتب بعدين تعويض، ومن عندنا نستنتج أن الصورة القطبية تساوي لنا المقياس 3، صار عندنا كوساين الزاوية اللي حصلناها 3 باي على 2، 3 باي على 2 زائدا اي ساين 3 باي على 2. مشابه للطريقة الأولى، هذا السؤال بالوزاري، يمكن يكون هناك العدد اختلاف فقط الإشارة السالبة أو يكبر لنا المقياس. طريقة سريعة هناك سهلة للحصول على نفس الناتج بهذا الشكل، طريقة سريعة للحصول على نفس الناتج. لاحظوا هاي من الصورة القطبية زت نطلع ثلاثة عامل مشترك، لاحظ يبقى عند الناتج صفر وسالب واحد، الثلاثة عامل مشترك. لاحظ هذا الترتيب إخراج عامل مشترك، فهنا عندنا هذا المقياس وهاي تمثل عندنا السعة، من عندنا نطلع قيمة ثيتا. لاحظ بهذا الشكل، بعدين نرسم الرسم، نستعين بالرسم للحصول على نفس المعلومات، طريقة سريعة مقبولة في الوزاري، من خواص الكتابة أيضا موجودة نصا على الطالب. هنا أربع زوايا خاصة يمكن الاستعانة منها عن طريق الرسم وليست حفظ، هذه هي الطريقة السريعة. لاحظ بهذا الشكل، تطبق على كل الأمثلة أيضا، بس أنا على طالب أن يتجنب الأخطاء، بالأخص يستفاد عندما يكون أحد الإحداثيات يساوي لنا صفرا للسرعة، أما إذا كانت هناك أعداد فمن الأفضل تطبق القواعد بالشكل الصحيح باستخدام القانون، قانون المقياس. هذا هنا مثاليا يوضح لنا حقيقة إيجاد الصورة القطبية للعدد المركب. بعد عندنا مثال آخر في سنة 2015 في الدور الثاني تطبيقي، كان هذا المثال. ننتقل إلى مثال آخر من أسئلة الوزاري في سنة 2015 في الدور الثاني، 2015 في الدور الثاني تطبيقي. لاحظ كان هذا السؤال، عبر عن الصورة القطبية للعدد المركب التالي. المثال اعتبره رقم 3، المثال هو واحد ناقصا ثلاثة اي تربيع، واحد ناقصا اي اوميجا ناقصا اي اوميجا تربيع. هذا المثال ربط للمواضيع من أمثلة التطبيقي الأحياء، ما مخطين الرمز اوميجا. خطوات الحل نفس القواعد السابقة بعد إضافات بسيطة أو تعديل لهذا العدد المركب.
مركب. التعديل بالشكل التالي: طريقة الحل SOL، لاحظ هاي اكتب العدد اولا راح يصبح عندي Z يساوي الخطوة الأولى، صار الناتج عندي 1 زائدا 3. الملاحظات هنا بالجانب اكتبها: الاي تربيع تعادل عندنا -1، السالب في السالب موجب، صار عندي 1 زائدا 3، الاي تربيع تختفي. في المقام الواحد ينزل، نطلع الاي عامل مشترك، صار عندنا الناتج اوميجا زائدا اوميجا تربيع. تحليل عامل مشترك، تجميع تحليل باخراج العامل مشترك. وعندنا خاصية الاوميجا، اوميجا زائدا اوميجا تربيع تساوي لنا -1. لاحظ بهذا الشكل، من عدا استنتج ان Z يساوي اجمع البسط 4/1، لاحظ هنا عندنا -1 يصير زائدا اي. هذا هو العدد الجديد، نحتاج لهنا عامل مناسب لان عندنا اي موجوده في المقام. الخطوه اللي بعدها راح يصير Z يساوي لنا 4/1 زائدا الاي مضروب في 1 ناقصا الاي على 1 ناقصا الاي، عامل مناسب للمقام. خطوة ثانية بعدها البسط في البسط والمقام في المقام. هنا نستفاد من خواص مرافقات الأعداد، من عندنا نستنتج أن Z يساوي لنا، لاحظوا التبسيط 4/1 ناقصا الاي، ما نستعجل على عملية التوزيع. في المقام عندنا الأول في الأول والثاني في الثاني، يصير عندنا مجموع مربعين يصير 1 زائدا 1، ومن عنده أحصل أن Z يساوي لنا 4/1 ناقصا الآي على 2. هنا اختصار بين البسط والمقام، لاحظ هاي بها 2 هاي بها 1. هسه نوزع، راح يصير صورة العدد المركب بهذا الشكل: Z يساوي لنا 2 ناقصا 2 آي، 2 تنضرب بالأول تنضرب بالثاني بهذا الشكل. هذه الصورة الجبرية، من أتى أحصل الصورة الديكارتية Z يساوي لنا 2 و -2. لاحظ بهذا الترتيب موجب 2 و -2. من أتى نحصل المقياس، مقياس Z يساوي لنا الجذر التربيعي، بنكتب القانون اكس تربيع زائدا واي تربيع. الطالب هنا يقدر يبسط لنا الناتج وبصوره سريعه، مربع 2 4 زائدا 4 يصير جذر 8، ابسط الجذر يصير عندنا 2 جذر 2. لاحظ هذا هو المقياس. انتقل لايجاد الزاويه او السعه. كوساين ثيتا، من عدا أحصل كوساين ثيتا يساوي لنا اكس على مقياس Z، اكس على مقياس Z، ومن عندنا نحصل أن كوساين ثيتا الاكس عندنا هنا 2، لاحظ في الإحداثيات الديكارتية هاي الاكس وهاي الواي، صار 2 على 2 جذر 2، 2 على 2 جذر 2، اختصار بين البسط والمقام، الناتج يساوي لنا 1/2، 1/2، لاحظ بهذا الشكل. ساين ثيتا، ساين ثيتا يساوي لنا واي على مقياس زت، القوانين تكتب، ومن أتى نحصل أن ساين ثيتا يساوي لنا -2 على 2 جذر 2، أيضا اختصار بين البسط والمقام، لاحظ بهذا الشكل، ويساوي الناتج -1/2 بهذا الشكل. من عدا نحصل الزاوية ثيتا، لاحظ هنا الإشارة خلي عليها علامة دائرة للتوضيح، لاحظ هنا ما هي الزاوية اللي كوساينها 1/2 والساين 1/2، الزاوية هي 45 درجة، ثيتا يساوي لنا 45 درجة. الطالب يكتبها بدلالة الباي، يصير باي على 4،
180 تقسيم 4 45 درجة، ولكنها تقع في الكتاب بهذا الشكل التوضيح، ولكنها تقع في الربع. نجي نحدد هنا الربع، عندنا الكوساين موجب في الربع الكوساين عندنا في الربع الأول والرابع موجب، الساين سالب في الربعين الثالث والرابع، لاحظ الساين عندنا سالب تقع في الزاوية في الربع الرابع، في الربع الرابع. إذن قياس الزاوية ثيتا راح يصبح بهذا الشكل، سألنا 2 باي 2 باي ناقصا باي على 4. أيضا توحيد المقامات بهذا الترتيب، لاحظ الصورة، ومن عندنا نحصل أن الساعة تساوي 4 في 2 8، ينقص منها 1 يصير 7 باي على 4. 7 باي على 4. أوجدنا المقياس وأوجدنا الساعة، نقدر نكتب الصورة القطبية، Z يساوي R كوساين ثيتا زائدا I ساين ثيتا، ومن أتى أحصل الناتج يساوي لنا المقياس 2 جذر 2 2 جذر 2 كوساين 7 باي على 4 زائدا I ساين 7 باي على 4. هناك أكثر من تحقيق للتأكد من صحة الحل. واحد من التحقيقات، لاحظ لو طالب يعوض هنا عن الزاوية اللي هي مثلا عندنا 7 باي على 4 مضروبة في جذر 2 يطلع الناتج هو العدد نفسه. الطريقة الثانية الاستعانة بالرسم للتوصل إلى دقة الحل، لاحظ بهذا الشكل نتأكد منها بهذا الترتيب، أرسم السؤال رسم بسيط يوضح الفكرة حتى ما يصير الطالب عنده أخطاء. العدد اللي عندنا هنا 2 سالب 2 موجب 2 1 2، هنا أيضا سالب 2 1 2، لاحظ زاد بهذا الترتيب، من أتى أحصل هذا هو العدد، المتجه يمثل طول العدد المركب، لاحظ بهذا الترتيب هذا الزت، وهاي هي الزاوية أيضا في الربع الرابع، لاحظ هاي الزاوية ثيتا. هنا عندنا 2 سالب 2، لاحظ التأكد من صحة الحل. هذا السؤال في الوزاري في سنة 2015 في الدور الثاني، مو سؤال صعب، اعتمد على خواص الآي وخواص الأوميجا، مثال بسيط، التبسيط هنا راح يكون عليه 5 درجات، المقياس بدرجة، الكوساين والساين كل منهم درجة، الزاوية بدرجة، والصورة القطبية بدرجة، توزيع الدرجات لكل خطوة درجة واحدة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.